على ذكر اللجان المختلفه في النادي الاهلي، عايزين نعرف حضراتكم ان ده ما كانش الايفنت الوحيد اللي حصل اليومين اللي فاتوا. كمان لجنه الطفل في النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان واكيد تحت اشراف الاداره التنفيذيه اقاموا مهرجان كبير جدا، مهرجان فني للطفل. واتعمل فين بقى حضرات؟ وده الجديد بقى، اتعمل في اهلي التجمع، ودي تعتبر اول احتفاليات اللجان في النادي الاهلي بفرعه الجديد بالقاهره الجديده. تابعوا معانا. النهارده الحقيقه اول مره نعمل ايفنت في الفرع الرابع للنادي، وده فخر لينا طبعا ان احنا نبقى موجودين النهارده في وسط الاعضاء. الحقيقه هي اللجنه العليا فكرت ان هي طبعا لازم نبدا بقى ان احنا نشوف الاعضاء اللي هيدخلوا معانا اللجنه في فرع الرابع، فقالت لنا نبقى في ايفنت تعريفي. فكان اول حاجه نعملها ان احنا نحاول ان احنا نسعد الاعضاء بحاجه فنيه، لان احنا لسه مش عارفين العدد والكثافه وكده، فنبدا نعمل حاجه فنيه، مهرجان فني نقدم فيه عروض فنيه للاطفال، علشان نقول للجنه اللي قول للاعضاء ان في حاجه اسمها لجنه الطفل. النهارده فكرنا بقى ان احنا نعمل ايه، فقلنا نرضي جميع الافراد بتاع الاسره. جبنا شعراء رئيس واراجوز وساحر، دول الاطفال الصغيرين، وفي نفس الوقت بقيه الافراد الاسره جبنا لهم دكه لبناني وشعراء رئيس وشو افريقي وشنوبي وفقرات متنوعه، عروض فنيه حلوه ان شاء الله ينبسطوا بيها النهارده. والحمد لله احنا لسه ما بداناش، بس الحمد لله في اقبال والناس كانت مبسوطه، حتى على الميديا لما نزلنا الاعلان وكده كان في ردود افعال كويسه، والحمد لله ظهر النهارده معانا في وسط وجود الناس. كلجنة الطفل كنا أول إيفنت نعمله في الفرع من ساعة ما اتفتح. تجهيزاته بقى إحنا جينا كلنا عملنا اجتماع مجمع لكل الفروع، ثلاث فروع للجنة الطفل. قعدنا هنا وقابلنا الإدارة التنفيذية وطلبنا منهم الطلبات اللي هتقدر تخلينا نقف على رجلينا النهاردة ونقدم الحفلة الجميلة دي. واتفقنا كمان مع منظمة الحفلة واخترنا بقى شوية فقرات للأطفال، وبما إننا أول إيفنت نعمله هنا فكان هدفنا الطفل والأهل كمان، يعني مش إن هما بس يبقوا مبسوطين، إن الناس كلها الأسرة كلها تبقى مبسوطة. الحمد لله إحنا موجودين هنا بقالنا على مدار كذا يوم بنحاول ننظم للإيفنت النهاردة عشان يطلع على أحلى مستوى إن شاء الله، يشرف أعضاء النادي ويشرفنا ويشرف اللجنة العليا، وبإذن الله كلنا نتبسط. فعلا ده أول إيفنت لينا في التجمع الخامس. احنا دايما كنا بنعمل في باقي الفروع ان احنا بنفكر ازاي نساعد الطفل وفي نفس الوقت ننمي مهاراته، فكان عندنا الصيف ده اكتر من ايفنت من ضمنهم اكوا على البسين، وفريق كشافه جه معانا واشتغل مع الاولاد وعرفهم ازاي ايه مبادئ الكشافه. كمان كان في حفله عيد الاضحى. فالمره دي بما ان اول ايفنت في التجمع ففكرنا ان احنا نعمل حاجه للاهل وللطفل مش للطفل بس، فعملنا حفله شامله عباره عن فقرات للطفل من ضمنها اراجوز وبلياتشو والحاجات دي، وفي نفس الوقت عملنا جزء للكبار اللي هي زي حفله شو لبناني او شو دبكه النوبي، جبنا كذا حاجه عشان خاطر نرضي الاهل ونرضي الطفل، وان شاء الله باذن الله يبقى في بعد كده ايفنتات تانيه كتيره جميله باذن الله. لا بصراحه الحفله اكتر حاجه عجباني التنظيم، اللي انتوا خليتوا الاطفال لوحدهم وباقي الموميز كلهم ورا، دي اكتر حاجه كانت عجباني جدا، كان الاولاد مبسوطه قوي. مبسوط جدا بيها بصراحه، ومبسوط جدا بالنادي جدا، مسكونا التجمع والاولاد فعلا بقى كل يوم بيجوا من ساعه ما فتح بصراحه. حلوه جدا واتبسطت في الحفله جدا وريت اعملها كتير. الحفله كانت ممتازه، ودي خطوه كويسه ان الاداره بتاعه الاهلي تبدا تعمل حفلات في النادي. متوقعتش ان الحفله تكون كويسه قوي كده، هي مش واخده تارجت لاطفال بس، هي واخده لكل الاعمار. الحفله كان حلوه وكان فيها فقرات حلوه وكنا رقصنا واتبسطنا، وكان الحفله حلوه قوي. الحفله كانت حلوه جدا واتبسطنا ولعبنا مع الاراجوز، ويا ريت تكررها كتير. الحفله كانت حلوه قوي وانبسطنا جدا وعملنا فيها حاجات كتير قوي، كان حلو. كانت حلوه يعني، وكان في بابتس ويعني انبسط بصراحة. الحفلة كانت حلوة جدا والأطفال كلهم انبسطوا، وميرسي خالص لإدارة النادي.